محمد واحد كلمة واحد كلمة كنت محظوظ جدا كوني انني من بعد هاد الخمسه ديال العقود وانا في الميدان الفني تلفزيونيا ومسرحيا، ولكن عمرها ما تحت لي فرصه. كانت عندي واحد المشاركه تقريبا هذه واحد 30 عام واحد الفيلم سميتو ياقوت، والحمد لله على ان الطلب جاء من طرف السي محمد علي المخرج ديالنا الرجل الطيب اللي لقيت فيه واحد النوع من الكفاءه، واحد النوع من الصبر، واحد النوع من الاحترام للاخر والفنان، وعشت معها تجربه ونتمناو على انها تكون في مستوى تطلعات الجميع، لاننا كنا كنطمحوا على اننا نقدموا عمل جميل اللي يرضي عليه الجمهور المغربي وحطنا في الخانه ديال تاريخنا اللي هو طويل. قدمنا خدمات لهذا الوطن الجميل ونتمناو على اننا نكون باقين في المستقبل. وبطل من أبطال الفيلم السينمائي المنتظر مسعود. أنا أعطيك الميكرو. السيد